السيسي يوجه بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتطبيق التحول الرقمي لرفع الأداء المالي للدولة. مبعوث الأمم المتحدة يحذر من حرب طويلة ودامية في ليبيا ويدعو لاتخاذ إجراءات فورية لوقف تدفق الأسلحة. الحوثيون يواصلون انتهاكاتهم لاتفاق الحديدة ويقصفون الأحياء السكنية المحررة بالمدينة. نشرة العاشرة صباحا من قناة النيل الأخبار في القاهرة، أهلا ومرحبا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتطبيق التحول الرقمي لرفع الأداء المالي للدولة وللتيسير على المواطنين وصون إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط لبحث خطط تطوير وميكنة مصلحة الضرائب. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح أن الاجتماع تناول خطة الحكومة للتحول الرقمي عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، فضلا عن خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب من حيث مكافحة التهرب الضريبي وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني على مستوى الجمهورية، وكذا الإقرارات الضريبية الإلكترونية. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير على المواطنين. وفي ذات السياق تحديث الإجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة بما يساهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي، فضلا عن ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي، وذلك اتساقا مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من دارسي المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة، واستمع القائد العام إلى شرح مفصل لمنظومة تطوير العملية التعليمية بالمعاهد العسكرية مؤكدا على الاهتمام بمتابعة تطوير وتحديث العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية باعتبارها ساحة للفكر العسكري المتطور الذي يتناسب مع متطلبات العصر. فريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من دارسي المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لاستراتيجية التطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة للمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية. بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم لتظل مصر وطنا آمنا مستقرا. ونقل القائد العام تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدارسي المعاهد العسكرية. وأدار الفريق أول محمد زكي حوارا مع الضباط استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات، مؤكدا على ضرورة تفهم القادة والضباط لمهامهم ومسؤولياتهم
وأشاد القائد العام بما لمسه من فهم واع وإدراك صحيح للضباط لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات بالمنطقة، وطلبهم بالانتباه إلى الشائعات وحروب الجيل الرابع التي تستهدف النيل من الدولة المصرية والتشكيك في القفزات التنموية التي يخطو بها الوطن نحو بناء مصر الحديثة. وأوصى القائد العام الدارسين بالاستمرار في البحث والاطلاع والمعرفة لمواكبة التطور العلمي في كافة المجالات، وإثراء ودعم خبراتهم العسكرية التي تعينهم على اتخاذ القرار السليم بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات المكلفين بها للدفاع عن الوطن سلما وحربا. حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط، وذلك أثناء عبور الفرقاطة الفرنسية لقناة السويس وبمشاركة إحدى وحدات القوات البحرية المصرية. يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، حيث تضمن التدريب تنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار القتالية والتدريب على صد الهجمات المعادية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية. أرسلت مصر طائرتين عسكريتين تحملان مساعدات مصرية مقدمة إلى زيمبابوي لمواجهة الآثار المترتبة عن الإعصار الذي ضرب البلاد مؤخرا. وكان في استقبال المساعدات المصرية السفير محمد فهمي سفير مصر في زيمبابوي، ووزير الحكم المحلي والأشغال العامة والإسكان الوطني ونائبته من الجانب الزيمبابوي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من وزارة الخارجية وقوات الدفاع الجوي الزيمبابوية. من جانبها ألقت نائبة وزير الحكم المحلي كلمة أعربت فيها عن امتنان وشكر بلادها للمساعدات المصرية، مؤكدة على العلاقات التاريخية بين الدولتين وأهمية العمل الإفريقي المشترك لمواجهة تلك التحديات. تمكنت وزارة الداخلية من ضبط مرتكب واقعة الاستيلاء على مبلغ مالي يحمل جنسية إحدى الدول العربية منتحلين صفة رجال شرطة. كما ألقت مباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص لإدارته كيانا وهميا للنصب على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية مزورة. القاهرة كشفت غموض واقعة الاستيلاء على مبلغ مالي من شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وتمكنت المديرية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من ضبط مرتكب الواقعة الذين انتحلوا صفة رجال شرطة واصطحبوا المجني عليه في سيارة ميكروباص واستولوا منه على قرابة 400 ألف جنيه وتركوه على الطريق الدائري، وتم إعادة المبلغ المسروق. كشف قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن القليوبية غموض واقعة مقتل طبيب بشقته بمركز كفر شكر، وتمكن من ضبط الجاني وهو عاطل ارتكب الواقعة بغرض السرقة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات. الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ألقت القبض على أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية مزورة بالغربية منسوبة للكيانات التعليمية الحكومية، وأتم ضبط الشهادات المزورة وإيصالات استلام نقدية وكرنهات وقطيع الكرنهات وجهاز حاسب آلي بمشتملاته وطابعة. اتساقا مع نهج الدولة في التصدي الحاسم للتعديات التي تطال أملاكها والأراضي الزراعية، واصلت مديريات الامن حملاتها التي تستهدف تامين قرارات ازاله التعديات على هذه الاملاك اعمالا لمبدا سياده القانون وتنفيذا للقرارات الاداريه الصادره في هذا الشان مع التصدي لمافيا الاستيلاء على الاراضي دون وجه حق. ونجحت هذه الحملات وبالتنسيق مع الجهات الاداريه في ازاله تعديات متنوعه ما بين اسوار ومباني تم اقامتها بالمخالفه للقانون، وأراد أصحابها ترسيخ أوضاع غير قانونية على الأراضي المستولى عليها، وتم تسوية التعديات بالأرض مع استردادها وتسليمها للجهات صاحبة الولاية عليها. مديرية أمن الإسكندرية نجحت في ضبط أكثر من 22 طن مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات وعليها علامات تجارية وهمية بمصنع دون ترخيص لتعبئة المواد الغذائية ببرج العرب. في الاتجاه ذاته تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة
من ضبط أكثر من 22 ألف عبوة عصائر ومشروبات غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسيوط والمنوفية وسوهاج. الإدارة وعلى صعيد تصديها للمتلاعبين بالدعم ضبطت 10 أطنان سكر تموني مدعم مخصص للبطاقات التموينية استولى عليها مالك مخزن غير مرخص لتجارة المواد الغذائية بأسيوط بهدف بيعها بالسوق السوداء. تشكل هذه القضايا المضبوطة وقضايا أخرى مماثلة نجاحا جديدا للأجهزة الأمنية على صعيد مكافحة الجريمة بشتى صورها لفرض مزيد من الأمن والاستقرار. عبد الله بركات للتلفزيون المصري. حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة من أن المعركة للوصول إلى طرابلس تشكل مجرد بداية حرب طويلة ودامية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف تدفق الأسلحة الذي يؤجج القتال. ودعا سلامة خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، دعا كافة الأطراف إلى وقف الاقتتال والعودة إلى حوار حقيقي بين الأطراف المتحاربة. العنف على مشارف طرابلس هو مجرد بداية حرب طويلة ودامية على السواحل الجنوبية للمتوسط، ما يعرض للخطر أمن الدول المجاورة لليبيا ومنطقة المتوسط بشكل أوسع. 48 يوما على تجدد العنف بالعاصمة طرابلس، ليبيا على وشك الانزلاق إلى حرب أهلية يمكن أن تؤدي إلى الفوضى أو الانقسام الدائم للبلاد. دعا تحالف قوى الاحتجاج في السودان إلى إعلان إضراب سياسي عام ردا على تعثر مفاوضاته مع المجلس العسكري الحاكم الانتقالي للبلاد بشأن تسليم السلطة للمدنيين. كانت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف جماعات الاحتجاج والمعارضة قد أخفقت في تحقيق انفراجة فيما يتعلق بالانتقال السياسي في البلاد. وذكر بيان مشترك أن الخلاف ما زال قائما بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين. يواصل الحوثيون خرقهم لاتفاق السويد بشأن الحديدة، حيث تم رصد تعزيزات وتحركات وتجمعات مسلحة للمتمردين داخل الأحياء السكنية بالمدينة. تزامنا يواصل الحوثيون قصف الأحياء السكنية المحررة ومواقع المقاومة المشتركة في مناطق متفرقة بمدينة الحديدة، مما أسفر عن إصابة 4 مدنيين، كما عثرت القوات اليمنية على متفجرات تكفي لنسف أحياء سكنية بمساحة كيلومتر مربع داخل نفق في المدينة. من جهة أخرى تتواصل المعارك بين القوات اليمنية والميليشيات الحوثية شمال محافظة الضالع، مما أسفر عن مقتل قيادي بارز للميليشيات. اتهم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية الحرس الثوري الإيرانية بتزويد المتمردين الحوثيين في اليمن بقدرات نوعية من صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار تمكنهم من استهداف أماكن داخل السعودية. وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن الميليشيات الحوثية حصلت على قدرات نوعية لا يمكن لأي ميليشيا في العالم أن تحصل عليها، مؤكدا أن الميليشيا الحوثية لم تملك هذه الصواريخ سابقا. كان التحالف قد أعلن أن المتمردين الحوثيين استهدفوا مدينة نجران في جنوب المملكة العربية السعودية بطائرة من دون طيار. انتقدت الخارجية اليمنية صمت وتجاهل بعض المنظمات العاملة في المجال الإغاثي في اليمن عن ممارسات ميليشيا الحوثي المتمثلة في نهب المساعدات واعتقال وتهديد العاملين في المجال الإنساني. ودعت الحكومة اليمنية إلى إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثي في البلاد، وطلبت بانتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات وضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز. أفادت مصادر إعلامية اليوم أن قذيفتين صاروخيتين سقطتا في وسط مدينة حلب دون توافر المزيد من التفاصيل الأخرى. من ناحية أخرى أعلنت الولايات المتحدة أن هناك مؤشرات على أن القوات السورية شنت صباح الأحد هجوما كيميائيا شمال شرق سوريا متوعدة برد سريع ومناسب إذا تأكد ذلك. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن استخدام الأسلحة الكيميائية خط أحمر، وقد أمر حتى اليوم مرتين بشن ضربات ضد أهداف عسكرية سورية.
وأكد بيان الخارجية الأمريكية أنه يجب أن تتوقف هجمات القوات السورية على المجتمعات في شمال غرب سوريا. أعلنت البحرين أن استضافتها للمؤتمر الاقتصادي الذي أعلن عنه البيت الأبيض حول خطط السلام بين إسرائيل والفلسطينيين الشهر المقبل يأتي في إطار جهودها الداعمة للفلسطينيين. ويأتي البيان البحريني بعدما أعلنت السلطة الفلسطينية أن أحدا لم يستشرها بشأن المؤتمر الاقتصادي، مؤكدة عدم أحقية أي طرف بالتفاوض نيابة عنها. في إطار جهودها الداعمة للشعب الفلسطيني، أعلنت البحرين أن استضافتها للمؤتمر الاقتصادي الأمريكي حول خطط السلام المزمع بين إسرائيل والفلسطينيين الشهر القادم يندرج ضمن نهجها المتواصل والداعم للجهود الرامية لتمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة. وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة أكد في بيان له أن موقف بلاده الرسمي والشعبي كان وسيظل ثابتا ومناصرا للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة في أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم اقتصاد الشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية والثنائية. يأتي البيان البحريني بعدما أعلنت السلطة الفلسطينية أن أحدا لم يستشرها بشأن المؤتمر الاقتصادي، مؤكدة عدم أحقية أي طرف بالتفاوض نيابة عنها. نحن كفلسطينيين لم تجري مشاورتنا بهذا اللقاء ولا التنسيق معنا، ونحن انطلاقا من موقفنا المبدئي بعدم المشاركة أو عدم أن نكون طرفا في المشروع الأمريكي لن نشارك كفلسطينيين بما في ذلك القطاع الخاص. كان البيت الأبيض قد أعلن الأحد الماضي أنه سيستضيف يومي 25 و26 من يونيو القادم مؤتمرا اقتصاديا في البحرين يركز على الجوانب الاقتصادية لخطط السلام المرتقبة الذي يهدف إلى مناقشة الاستراتيجيات وشحذ الدعم للاستثمارات والمبادرات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن يوفرها التواصل إلى اتفاق سلام. قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شانهان إن نشر القوات الأمريكية وحاملة الطائرات في منطقة الخليج منعت وقوع هجمات إيرانية في المنطقة. جاء ذلك عقب مشاركة شانهان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إفادة أمام عدد من المسؤولين بالكونغرس حول التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران. جلسة سرية عقدها كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية لاطلاع الكونغرس على تطورات الوضع بمنطقة الخليج بعد إرسال واشنطن حاملة طائرات تبعتها قاذفات B-52 نووية إلى المنطقة في محاولة لردع إيران. وزير الدفاع بالوكالة باتريك شانهان عقب الجلسة أكد أن موقف بلاده من إيران هو ردعها وليس دخول حرب معها. تركيزنا الكبير ينصب في هذه المرحلة على منع إيران من ارتكاب أي خطأ في التقدير. لا نريد تصعيدا في الموقف. قمنا بدرء هجمات ضد القوات الأمريكية. تحركاتنا في الخليج بشأن الردع وليس الحرب. وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الذي حضر الجلسة قال إنه وزير الدفاع بالوكالة وضع السلوك الإيراني في سياق 40 عاما من الأعمال الإرهابية منذ عام 1979 عندما أطاحت الثورة الإسلامية بحكومة الشاه، ولم ترضى الإحاطة التي قدمها الوزيران الديمقراطيان الذين يقولون إن تصعيد التوتر جاء نتيجة لموقف إدارة دونالد ترامب العدائي وتخليها عن الدبلوماسية. وقال إن الإدارة تضخم المعلومات الاستخباراتية وتدفع الولايات المتحدة إلى حافة الحرب. قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن العراق أرسل وفودا إلى واشنطن وطهران المساعدة في تهدئة التوتر. وأضاف عبد المهدي أنه ليس هناك أي طرف عراقي يريد الدفع صوب حرب،
وذلك بعد يومين من إطلاق صاروخ في بغداد وسقوطه قرب السفارة الأمريكية. هو الحدث أو الأحدث في سلسلة هجمات في المنطقة تعتقد الولايات المتحدة أنها نفذت بإيعاز من إيران. هناك رسائل يحملها العراق دائما سواء فرعية أو رئيسية، يعني أقصد بالفرعية قضايا مثلا هذا الطرف له رؤية في قضية تصدير النفط، هذا الطرف له رؤية في تنفيذ العقوبات، هذا الطرف له رؤية في معتقلين موجودين عند هذا الطرف أو ذاك الطرف. نعم العراق يلعب هذا الدور ويلعب دور أيضا في موضوع التهدئة. نحن في الاجتماعات العالية المستوى مع الطرفين، إذا كنا نتكلم عن الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة الأمريكية، الطرفان يؤكدان عدم الرغبة في الدخول في الصدام وفي الحرب والعودة إلى بحث هذه القضايا بشكل مباشر أو غير مباشر. عرضت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي سلسلة مبادرات على البرلمان تهدف إلى الحصول على دعمهم لتعديلات على الاتفاق بشأن بريكزيت، قائلة إن هناك فرصة أخيرة للخروج من المأزق. من جهته أكد زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين رفضه المسبق لمشروع القانون الذي ستطرحه مي لحل هذه الأزمة. محاولة جديدة من جانب رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي للخروج من مأزق البريكزيت، حيث أعلنت عن سلسلة مبادرات عن البرلمان بينها إمكانية تنظيم استفتاء ثان في شأن بريكزيت والبقاء في اتحاد جمركي مؤقت مع الاتحاد الأوروبي بهدف نيل التأييد لخطتها بشأن الخروج من التكتل. وطلبت مي من النواب دعمها مؤكدة أنها الفرصة الأخيرة لإيجاد وسيلة تلبي رغبة البريطانيين الذين صوتوا بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو عام 2016. لقد استمعت بحرص لهؤلاء الذين يطالبون بإجراء استفتاء ثاني لبقاء بريطانيا داخل الاتحاد، وأبديت وجهة نظري في ذلك. لا أعتقد أننا يجب أن نسلك هذا الطريق، لأننا يجب أن نلتزم بنتائج الاستفتاء الأول. وإذا أقر النواب مشروع القانون الذي سيعرض عليهم في مطلع يونيو المقبل، فإن مي تعتزم أن تعرض عليهم أيضا إمكانية التصويت على إجراء استفتاء ثان بشأن بريكزيت أم لا، وكذلك البقاء مؤقتا في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي. إلا أن زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين أكد رفضه المسبق لمشروع القانون المقرر. الآن نحن لا نستطيع دعم الوثيقة التي قدمتها مي، لأنها أساساً تعيد تنظيم ما تم مناقشته من قبل. لم تناقش بشكل جوهري الاتحاد الجمركي أو إيجاد حماية حقيقية للعمال البريطانيين. لا شيء مما سمعته يدفعني للاعتقاد بأنه مختلف في العمق عن مشروع القانون السابق. لذا واعتبارا من الآن نحن لن ندعمه. كان النواب البريطانيون رفضوا مرتين اتفاق بريكزيت الذي أبرمته مي في نوفمبر مع بروكسل، ما أرغمها على إرجاء موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي مرتين في وقت تخيم فيه أزمة بريكزيت على الحياة اليومية للبريطانيين منذ الاستفتاء الذي أجري في عام 2016 وأدى إلى انقسام حاد في صفوف الشعب البريطاني. تتواصل فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بالعديد من المناطق الأثرية بالقاهرة الفاطمية، وقد شهدت منطقة سور القاهرة الشمالية بحي الجمالية عرضا فنيا وغنائيا لفرقة الغربية للفنون الشعبية اشتمل على بعض مقاطع الذكرى والفلاح. ليلة رمضانية جديدة من ليالي رمضان الثقافية والفنية بالمسرح الكبير بالسور الشمالي بالجمالية تحييها فرقة الغربية للفنون الشعبية، حيث شهد الاحتفال تنوعا في الرقصات والتبلوهات والتي اشتملت على استعراضات الذكر والفلاحي والنحاسيين والطبول. البرنامج بتاعنا بتاخد من البيئة، بيئة طنطا، يعني عندنا الذكر بالنسبة لجوار سيدي أحمد البدوي، عندنا النحاسين عشان عندنا حي النحاسين عندنا موجود،
بالنسبة للأرياف عندنا القمح وعندنا القطن وعندنا الطبول بالنسبة للصنباط. الله الله لا إله إلا الله 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 صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنات ونعيما. على الجانب الآخر شهد السور الشمالي بعض معارض الفنون التشكيلية والتراثية والحرف التقليدية كالتطريز والخزف والفخار. احنا كل يوم عندنا ورشة مختلفة أثناء ليالي رمضانية. النهاردة ورشتنا عن كيفية عمل المندلة من خلال القص واللزق. فكرة بسيطة ان احنا نستخدم الورق الملون بحيث ان هم يستخدموا اي ورق متاح بالنسبة لهم، خلال ان هم يقصوا بطريقة معينة بوريها لهم ازاي، حطها على ورق تاني ملون بلون مختلف، دي نتيجة كويسة. كل يوم بنعلمهم حاجة مختلفة. وتستمر تلك الاحتفاليات حتى 23 من شهر رمضان في 28 منطقة على مستوى الجمهورية. على مدار 15 يوما تستمر حفلات الهيئة العامة لقصور الثقافة بمختلف محافظات الجمهورية، هدفها الأساسي تعريف المواطن بأنماط الثقافة المصرية. من باب النصر، أشرف مبارك، النيل. ختاما لهذه النشرة، إلى حضرتكم نظرة على أبرز العناوين. السيسي يوجه بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتطبيق التحول الرقمي لرفع الأداء المالي للدولة. مبعوث الأمم المتحدة يحذر من حرب طويلة ودامية في ليبيا ويدعو لاتخاذ إجراءات فورية لوقف تدفق السلاح. الحوثيون يواصلون انتهاكاتهم لاتفاق الحديدة ويقصفون الأحياء السكنية المحررة بالمدينة. ختام النشرة، وبعد قليل قراءة جديدة في آخر ما صدرت به الصحف المصرية والعربية والأجنبية من عناوين وآراء. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.